هي تقول ان بنتها ما جابتش في المجموع الثانوية مجموع كويس، فهي عايزة توديها السودان. هل ممكن تروح لوحدها؟ وبالنسبة للسفر، لا يجوز للمرأة ان تسافر الا ومعها محرم، يعني الطريق نفسه لازم يكون فيه محرم اثناء السفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر، في بعض الروايات مسيرة يوم وليلة، مسيرة يومين وليلة، في بعض الروايات مطلقة. فهو ده الراجح، ان في اي سفر لا يجوز للمرأة ان تسافر وحدها، لكن المحرم يوديها هناك اذا كان المكان اللي هتعيش فيه مكان امن كبيت الطالبات مثلا، فلا بأس انها تجلس هناك طالما انها في بلد مسلمة ولا يخشى عليها الفتنة. لكن اثناء الطريق لابد ان يكون معها محرم يسافر بها عند الذهاب ويسافر بها عند الإياب. وإن شاء الله يعني تحاول للأخت إنها تشوف يعني حاجة تكون قريبة هنا، حتى لا تعرض بنتها يعني للبعد والفتنة ونحو ذلك.